بكم معنا في هذه الجولة الصباحية يوم الأحد. نتمنى صباحكم يكون مبروك بالصحة والسلامة والعافية للجميع يا رب. اليوم كنقوموا بهذه الجوله الصباحيه بشوارع الدار البيضاء. كنعرفوا ان بزاف ديال الناس كيتهيئوا دابا باش يخرجوا يمشيوا للبحر يمشيوا للغابه، غير اللي كنطلبوا منهم مزيدا من اتخاذ الحيطه والحذر. كنعرفوا ان البارح كان رقم مرتفع، كاين حالتي وفاه، يعني مازال الوباء كاين، مازال المرض. ناخذوا كاملين الاحتياطات ديالنا اللازمه، والاهم ديال الاهم فيها اننا نوضعوا الكمامه ونستمروا على تعقيم اليدين والتباعد الجسدي. ضروري ان تكون واحد المسافه ديال الامان بيناتنا فين ما كنا. كيف عودناكم كل صباح كنديروا واحد الجوله خفيفه بشوارع البيضاء وحنا في الطريق ديالنا للعمل. حوريه كتقول الله يسعد صباحكم، شكرا حوريه وصباح سعيد للجميع. عادل صباح النور، صباح النور اخ عادل. كيف كيعرف الجميع اننا دخلنا المرحله الثانيه من تخفيف الحجر الصحي، كانت امتيازات كثيره سواء بالنسبه للمدن والاقاليم اللي في المنطقه جوج او المدن والاقاليم اللي في المنطقه واحد. نتمنى ونتمنى ونتمنى يا ربي تضافر ديال الجميع نجتازوا هذه المرحله ونجتازوا هذه الجائحه باذن الله تعالى. الحمد لله بزاف ديال القطاعات استرجعت الانتعاش ديالها. اي نعم باقى شويه الحركه ضعيفه، باقي الحمد لله. المهم عجله الاقتصاد تحرك، وكنعرفوا كذلك مجموعه ديال الاسر صبحوا كيعيشوا الهشاشه لان رب العمل توقف عن العمل. هذه امور كامله دازوا منها مجموعه من الاسر. نتمنى ونتمنى ربي يدير الفرج. نزهة كتقول صباح الخير، الله يحد الباس يا ربي امين اخت نزهة، ونتمنى الصحة والعافية للجميع. ماجدولين صباح الورد، صباح الورد ماجدولين. الاخ هشام كيسول اش من بلاصة هادي. احنا كنتواجدوا بشارع عبد المؤمن. نجيم من ستراسبورغ كيقول لك صباح الخير، كل شيء مزيان الحمد لله اخ مجيد. نتمنى وتحيه تحيه كبيره للجاليه المغربيه سواء في جميع دول العالم. هشام كيقول كازا توحشتك بلادي. الناس ديال الجاليه عارفينهم، يعني في هذه الوقيته كيدخلوا الكونجي ديالهم، كيشوفوا العائلات، كيتزاوروا بيناتهم. للاسف يعني الظرفيه تحتم ان هذا العام ما غاديش يدخلوا عندنا احبابنا وصحابنا وعائلاتنا. نتمنى ونتمنى ان شاء الله خير، والعام الجاي ان شاء الله نستقبلوهم في احسن الظروف. عثمان كيقول لك الحمد لله على الحرية. عثمان الحمد لله بدايات انفراج الأزمة، وما نقولوش حرية، احنا دائما في حرية، غير الظرفية حتمات أننا نلزموا البيوت ديالنا. والحمد لله الانسان اللي كيتصرف حر وما كيكونش عنده واحد الضغوط راه ما كاين محسن منها. قلنا الظرفيه احتمات اننا واحد المده اللي ما تزيد عن 3 أشهر اننا نكونوا في حاله ديال الحجر الصحي. اليوم بدايات انفراج الازمه، العوده التدريجيه للحياه، لكن هذا الشيء ما خصناش نكونوا متهورين فيه، خصنا نكونوا مسؤولين ومسؤولين بزاف باش ان شاء الله احنا ما تمنيناش ندخلوا في كارثه. احنا بغينا نخرجوا بالجائحه وما يمكنش نخرجوا منها الا بمسؤوليه الجميع وتضافر الجميع. الله يحفظنا ويحفظ جميع الأمة، اللهم آمين. أخ عبدو
جوال كيقول لك كازا غزالة تبارك الله. الله يبارك فيك أخ جواد، ومدن المغرب الحمد لله كاملة غزالة، وكل مدينة عندها الطقوس العدد ديالها، وكل مدينة وكل منطقة الجو ديالها، وهذا هو اللي كيميز المغرب. هشام يجب ان نحتاط اكثر بالالتزام والكمامه، هذا الشيء اللي كنقولوا اخ هشام، راه المسؤوليه كلها على المواطن. تحيه كبيره للاطر الطبيه سواء اطباء او ممرضين، تحيه كبيره للسلطات اللي قامت بالواجب ديالها، ولكن كتبقى المسؤوليه الاكبر على المواطن، اننا جميعا نكونوا مسؤولين. مشاهدينا ما سخيتش بكم، قربت نوصل، غنودعكم ولنا عوده في القريب باذن الله تعالى، ونشوفوا الاجواء الساحليه، ونمشيو للشاطئ، ونمشيو للقيصريات، ونمشيو لمجموعه ديال المناطق، نقربوكم من الجو بمدينه الدار البيضاء. صباحكم مبروك، الى اللقاء.